السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نستهلها بأبرز العناوين. الأوقاف السنية تعلن عن رفع التكبيرات في المساجد وإقامة صلاة العيد في البيوت. ندوة افتراضية دولية حول القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار السن. والعمليات والمراقبة المرورية ترصد 1511 مخالفة في الأحياء السكنية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر تعميم بشان عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1441 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1441 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين، والتي تصادف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 19، 20، و22 من ذي الحجة 1441 هجرية الموافق للثلاثين والحادي والثلاثين والأول والثاني من أغسطس 2020. وأضاف التعميم وحيث أنه يومي الجمعة والسبت يقعان ضمن هذه العطلة يتم التعويض عنهما بيومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 من أغسطس 2020. هذا وأصدرت إدارة الأوقاف السنية بيانا بشأن آلية رفع التكبيرات في المساجد وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك التزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الأوقاف السنية أنه استنادا إلى التوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام بإحياء شعيرة صلاة العيد، أصدرت إدارة الأوقاف السنية بيانا حول آلية رفع التكبيرات من كافة جوامع ومساجد مملكة البحرين، حيث تبدأ تكبيرات العيد من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5:31 صباحا. كما وجهت الإدارة بأن تؤدى صلاة العيد من قبل المصلين في البيوت بدءا من الساعة 5:31 دقيقة صباحا. ودعت إدارة الأوقاف السنية الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وسائر طاعتهم، وأن يجعل يوم العيدهم وكافة المسلمين في العالم يوم فرح وسرور وطاعة لله، وأن يحفظ مملكة البحرين وكافة بلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيء الأسقام. تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت دار المحرر لرعاية الوالدين بالتعاون مع مركز إجلال لخدمات كبار السن ندوة افتراضية دولية حول القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار السن تحت شعار رد الدين للوالدين، حيث شارك متحدثون وممثلون عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بكبار المواطنين في مملكة البحرين وخارجها. هذا وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة خدمات الرعاية المختلفة المقدمة لهذه الفئة من كبار المواطنين، وإلى تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في هذا الجانب للخروج بالمقترحات والتوصيات للمساهمة في الارتقاء وتطوير أنواع الرعاية المقدمة لهم. أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الوزارة باستكمال كافة الإجراءات الإدارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً بجائحة كورونا كوفيد-19 إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت، وعددها 11,120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص.
هذا وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثرا، وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بتداعيات جائحة كورونا، بحيث توقف العمل فيها كليا أو جزئيا، مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية في العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع نسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها كاملة بدون خصم وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب. صرح العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور أن مجموع المخالفات التي سجلتها الإدارة العامة للمرور بلغ 1511 مخالفة مرورية في شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى توقيف 44 مركبة ودراجة نارية تسبب سائقوها في تعريض سلامة القاطنين في الأحياء السكنية لخطر الحوادث المرورية، كما تم رصد 47 مخالفة استعراض بالمركبات وإصدار أصوات مزعجة منها، وأضاف بأن المخالفات التي يتم رصدها في الأحياء السكنية تتمثل في وضع حاجب الرؤية المخالف وانتهاء تسجيل المركبة واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز الخاطئ في الشوارع الداخلية وعدم صلاحية الإطارات، مشددا على أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لخلق بيئة آمنة للقاطنين في الأحياء السكنية، خاصة المشاهير من الأطفال وكبار السن، وعدم إصدار أصوات مزعجة أو الاستعراض بالمركبة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. الفريق المشترك يواصل زيارته الميدانية لرصد مساكن العمالة المخالفة بالمحافظة الجنوبية. عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب مثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، عقدت المنتدى الإلكتروني تحت عنوان نحو تعليم وتدريب مهني فعال في الظروف الاستثنائية، وذلك من خلال منصة التواصل عن بعد. ويعد المنتدى منصة لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات والتجارب المتصلة بالتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وكيفية تعامل المؤسسات وخططها المستقبلية. هذا وقد عقد المنتدى بمشاركة متحدثين من بعض الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب الفني وجودته في مملكة البحرين. وهذا الحديث حول تفاصيل هذا المنتدى تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة دعاء عيسى، مستشار أكاديمي بالإدارة العامة لمراجعة مؤسسات التعليم والتدريب المهني. أهلا بك أستاذة، بداية ما هي الفكرة الأساسية لمنتدى نحو تعليم وتدريب مهني فعال في الظروف الاستثنائية؟ مرحبا، مساء الخير أختي، وأرحب بكم وأرحب جميع المشاهدين. بداية حبيت أشير إلى، مثل ما تعرفين أن في البداية مع جائحة كورونا اتخذت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعض الخطوات الاحترازية من تعليق أنشطة التعليم والتدريب بمختلف مؤسساتها كالمدارس والمعاهد والمؤسسات التعليم العالي اللي هي الجامعات. نعم. وكان الهدف من هذه الخطوات الاحترازية مثل ما تعرفين أختي حماية الطلبة والطالبات والعاملين بهذه المؤسسات من الحد من انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين. نعم. وبعد صدور التوجيهات السامية من قبل سمو ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية حول أنشطة التعليم والتدريب، بدأت المؤسسات التدريبية والتعليمية بتقديم أنشطتها افتراضيا، ولكون هيئة جودة التعليم والتدريب جزء من فريق البحرين ولكونها معنية بضمان جودة التعليم والتدريب في هذه المؤسسات،
قامت الهيئة بعدد من الأنشطة، ومنها كان المنتدى الأول اللي كان بعنوان التعليم والتدريب في مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا وما بعدها. وبالأمس تم عقد المنتدى الثاني، وكان عنوان المنتدى الثاني نحو تعليم وتدريب مهني فاعل في الظروف الاستثنائية. والفكرة من المنتدى كانت ممكن اختصرها في أنه هو تقديم منصة إلكترونية لمؤسسات التعليم والتدريب والأطراف المعنية والمهتمين للمشاركة في هذه المنصة لتبادل الخبرات، للتعرف على التحديات المتعلقة بتداعيات الجائحة في مجال التعليم والتدريب، وكذلك التعرف على خططهم المستقبلية في حال ما امتدت الجائحة لوقت أطول لا سمح الله. والجدير بالذكر أختي أن تم تسجيل لحضور المنتدى ما يقارب 200 شخص. طيب أستاذ دعاء، ما هي أبرز الأهداف التي ركز عليها المنتدى؟ المنتدى أختي الفاضلة مثل ما قلت قبل شوي، هو كان الهدف من تقديم هذه المنصة لإعطاء فرصة لمختلف المؤسسات التدريب والتعليم الموجودة في البحرين والجهات المختصة أصلا، وأقصد بالجهات المختصة هني الجهات المرخصة واللي المؤسسات التدريبية والتعليمية واللي هما وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. في هذه المنصة تم تبادل الخبرات والتجارب واستعراض الدروس المستفادة خلال تقديمهم للعملية التعليمية والتدريبية في ظل أو أثناء الجائحة، والذي كان افتراضيا لمعظم البرامج التي تم تقديمها. كذلك هدف المنتدى إلى التعرف على كيفية تعامل هذه المؤسسات مع متطلبات التدريب والتعليم عن بعد في خلال هذه الفترة أو في الوقت هذا الراهن. وأيضا تم التعرف على خطط هذه المؤسسات التدريبية والتعليمية المستقبلية في حال لو امتدت الجائحة لفترات أطول لا سمح الله. طيب بعد نقاط هذا المنتدى، ما هي أبرز النتائج التي وصل إليها؟ الحمد لله رب العالمين، كان المنتدى جدا ناجح وطلعنا بنتائج جميلة جدا. أهمها كان تبين وجود ممارسات جيدة في مؤسسات التدريب والتعليم المهني لتقديم التعليم والتدريب عن بعد، كما تبين أن هناك مشاركات بين الجهات المعنية بهذا القطاع والهيئة والمؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يشير إلى وجود نهج تشاركي في العمل أيضا. نعم. كما تم استعراض جهود وزارة العمل في التعرف على توجهات قطاع التدريب في الوضع الحالي والتحديات التي تواجه قطاع التدريب خلال كوفيد-19. نعم. تفضلي. كما تم استعراض وزارة العمل للحلول التي تعمل على تنفيذها بعد انقضاء هذه الجائحة بما يخدم تطوير منظومة التدريب في مملكة البحرين. كما تم استعراض التحديات التي واجهت قطاع التدريب والتعليم فعلا في هذه الظروف الراهنة، وكيف كانت التدابير، كيف اتخذوا التدابير والإجراءات لمواجهة هذه التحديات بما يضمن سلامة المعنيين. وأيضا تم التعرف على خطط المؤسسات المستقبلية وطرقهم في توفير القدرات المطلوبة لبناء بنية تحتية للمحافظة على سير العملية التعليمية والتدريبية بما يحافظ على المستفيدين وعلى سلامة العاملين من خلال وضع سياسات عمل مستمرة ومن خلال وضع أهداف تلبي طموحات الحالية والمستقبلية. والجدير بالذكر أختي أن هيئة جودة التعليم والتدريب عملت على تطوير مؤشرات وأطر جديدة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية. لأن اختلفت طريقة التعليم في خلال هذه الفترة الراهنة. لم يتم تقديم تعليم تقليدي اللي هو التعليم المباشر، وإنما تم تقديم تعليم افتراضي ومن خلال منصات متعددة. نعم، الأستاذة دعاء عيسى مستشار أكاديمي بالإدارة العامة لمراجعة مؤسسات التعليم والتدريب المهني، شكرا لك.
في إطار توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، يواصل الفريق المشترك من المحافظة الجنوبية ومدرجة شرطة المحافظة الجنوبية زيارته الميدانية لرصد مساكن العمالة الوافدة المخالفة في الكثافة العددية، وذلك ضمن جهود المحافظة في مواجهة جائحة كورونا. هذا وأوضح مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 مسكنا مشتركا للعمالة الوافدة في منطقة مدينة عيسى، والتأكيد على أهمية تصحيح أوضاع هذه المساكن واستيفائها للاشتراطات الموضوعة من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى متابعة سمو محافظ المحافظة الجنوبية لجهود الفريق المشترك، تؤكد على أهمية دور الشراكة والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل استمرار الدور الرقابي والأمني، الأمر الذي ساهم في نجاح المحافظة الجنوبية في خفض نسبة الكثافة العمالية في المباني المكتظة. وجه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية الوطنية بشأن التباعد الاجتماعي. اليوم احنا موجودين في منطقة مدينة عيسى، حيث تم زيارة كذا منزل تم اختارهم مسبقا من قبل الاخوان الفئة البلدية، وذلك لتصحيح اوضاعهم. حاليا احنا موجودين في هذه المنطقة، وطبعا الزيارات بتكون متواصلة في مناطق اخرى ان شاء الله باذن الله. والى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار رسالة السادة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.